سلطان تسمعني؟ سلطان المري، هلا بالشيخ، هلا بالشيخ، مرحبا بالشيخ. العب، انا يعجبني مشات الواثق، نظارات ولا يشوف حد شيء. ما مشى من هنا خطا. هذا مسار النجاح، مسار التحمل والقوه. سلام عليك، الله يعافيك. طيب سلامه. احمد الله. روح اليوم. ايش فيك يا ولد؟ بس سالبك 12 خلاص. يا ما هو مني، من الدكتور اعطاني ابره خلاني. هذا دكتور يبغى له دكتور. ايش فيك يا ولد؟ حسبي الله على الدكتور ده، هو اللي سبب فيني مشكله. ما يا ولد ايش فيك؟ انت رجل عالي ولا ايش فيك؟ لكن مرحبا يا سلطان. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. نبي يا سلطان قصيده حماسيه، لان حنا مثل ما انت عارف الرجال بلاهم يجي ذابحهم البرد، وانا مخليكم مثاليين ووزنكم مثالي. فقرتي ما هي مثاليه، يوم قبلتكم مثاليه. حبيبنا الرجال ايش بلاهم سجلني. اسمعني انا احتاج يا سلطان قصيده يخليني وانا في الحلبه. لا سمعت القصيدة، أنت سمعت جيتك مومي، ما عاد أشوف أحد شيء. مرة أقبل على الخصم، أعطيه وحدة كذا، أعطيه وحدة كذا. إيش عرفت تبقسهم؟ نشوش. يقعد هناك أبوك. يا ولد إيش بلاك يا الله؟ دكتور حسبي الله على الدكتور. لك شيء. طيب سمعنا. سكسوك انا جلد عشان بقرا ما نبقى شيء. يقول قصيده حماسيه ولا قصيده؟ عطنا من اللي عندك. كفو. يقول من شرهة الطيب قليل المشاريه. سلام. اخشى والاخشى من كثير التشره. سلام. واللي يعرف قدره ويحفظ مبادئه ما هو بلازم كل ساعه اتبره. اكيد حلوه ضحكه وجيه لوجيه، لكنها من بعض الاشخاص مره. الله الله، صح لسانك، صح بدنك. الحين انا عندك في ميزان خفيف. انت رئيس هذا وش ذا؟ هذا ميزان جايبه من المانيا تحديدا عشان يقوس قوه قلبك اذا انت تخاف ولا لا. يلا سترك يا بس جاهز انك تروح الميزان؟ الميزان اطمره ولا كيف؟ لا له خطوات تجي كذا عشان توقف في الميزان. والله ما ندري وش. قد خفت يا سلطان؟ ابدا. مرة ولا قد خفت في حياتك كلها؟ من يوم الله خلقني ما اخاف. طيب واذا خفت وش يصير؟ اذا خفت الله المستعان الدنيا ما عليها امان. مرة دائما الغدرة تجي من وين؟ ها؟ الغدرة تجي من وين؟ الغدرة؟ اي تجي من الخلف. من الخلف؟ قف عقبت انت. طال الله هذا الوجه. هذا منو؟ دائما الغدرة يا سلطان تجي من الخلف. وش ذا؟ هذا ما عليك منه. شجرة. هذه شجرة. شجرة. شجرة تقوس قوة قلبك. هاي شجرة القرقل ذا. هذه شجرة تقوس قوة قلبك. فأنت بعد الاختبار لا أنت مثالي ولا أنت غير مثالي. خله. حياك هناك. الله يكرمك. أنت نص ونص كذا وكذا. هم مع الديلمة ولا محلي؟ أنت مشتبه فيك. احتمال تكون في الديلمة واحتمال لا. ليش؟ هذا من هناك. روح هناك خله اتركه. طيب نبدأ بالاسم الثاني، أنس الميموني.